عرضيه داخل منطقه الجزاء، لكن راسيه احمد خالد الظهير الايسر اللي سبق له انه شارك مع طلائع الجيش موسم 2015 2016. الخطوره داخل المرمى، داخل المرمى، والهدف الاول مع الدقيقه السته يفعلها صلاح امين ويباغت حارس المرمى احمد ربيع الشيخ ليفتتح النتيجه. المباراه كما تحدثنا انها في دقائقها الاولى تنم على رغبه واصرار وتحدي وعزيمه كلا الفريقين بحثا عن انتصار وتحقيق الهدف المنشود، وهذا ما وصل اليه صلاح امين. كان له تعامل امين جدا مع الامانه التي وصلت اليه واودعها داخل الشباك ليضعها داخل الصندوق، صندوق الحظ والسعاده، وتهتز شباك حارس مرمى فريق طنطا احمد